صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم السلام على المبتدع؟ وإذا سلم هل أرد عليه؟ البدعة تختلف، البدعة تختلف، إذا كانت تقتضي الكفر مثل دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله هذا كفر، هذا لا يسلم عليه. وأما إذا كانت البدعة دون الكفر يسلم عليه، لأنه لا يزال مسلما إلا إذا كان في هجره، إذا كان في هجره وعدم السلام عليه زجر له عن المعصية وعن البدعة ويتأثر بذلك حتى يتوب فهذا لا بأس. نعم، الهجر مشروع. نعم.